ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد لوضع جديد من اوضاع رسم البورتريه في الكورس بتاعنا الوضع الجانبي، هناخده بكل التفاصيل. ما تنسوش لايك تحت الفيديو وسبسكرايب للقناه، وراجع لكم تاني بكل التفاصيل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الفيديو اللي فات كان سهل بالنسبه لكم وتكونوا طبقتوه. الفيديو اللي فات اشتغلنا بوضع الامامي للوش، النهارده هنشتغل وضع تاني او الوضع الجانبي. وزي ما تعودنا قبل كل درس في الكورس هناخد تمرين بسيط، ان شاء الله يكون سهل بالنسبه لكم، ويا ريت يا ريت تكونوا فعلا بتطبقوا التمرين ده. زي ما قلت لكم بيفرق جدا في مستوى الايد ومستوى خطوطكم في الرسم. النهارده هنعمل زي حلزونات كده، شايفين؟ واضح اهو. هنبدا نعمل كده في ورق فاضي، ممكن مكتوب عليه بقى زي ما قلت لكم برده قبل كده، مفيش اي مشكله. المهم ندرب ايدينا كتير 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 لمده 5 دقايق، اللي حابب برده يكتر يبقى احسن. خلاص اعملوا التمرين دوت، سخنوا، نرجع بتاني وضع رسم البورتريه. المرة اللي فاتت خدنا رسم الوضع الأمامي للبورتري، المرة دي هناخد وضع تاني اللي هو الوضع الجانبي أو اللي هو البروفيل. هنرسم نفس الشكل البيضاوي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، وهنعمل له شكل كمان بيضاوي من الجنب كأنه نايم، شايفين ازاي؟ يبقى بيضاوي كده بالطول وبيضاوي العرض، تمام. طيب احنا عملنا المرة اللي فاتت خط منصف للوش عشان نقدر نظبط عليه الملامح، الخط ده بالوضع ده انتقل بقى هنا، انتقل بقى هنا، فاحنا مش هن لان احنا عندنا ملامح نص واحد بس من الوش، مش جنبين، فاحنا الخط انتقل عندنا هنا. بس هنقسم نفس التلات مساحات اللي قد بعض برضو في الوش. قلت لكم اللي حابب يقيسوا بالمسطرة يقيسوا، اللي مش حابب او قادر ان هو يعمله مظبوط يعمله، وقلنا ممكن نقيس بالقلم. ادي اهو، ادي واحد قده بالظبط، ما نحركش ايدينا، قده كده، قده كده، اتاكدنا ان احنا رسمين الخطوط مظبوطة زي ما اتفقنا. كل الخطوط السرية او السحرية او اللي احنا بنقول عليها اساسات الوش دي بتعمل بخط خفيف عشان نقدر نمسحه بعد كده. الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، لا، عشان لو عملنا خط تقيل مش هنقدر نمسحه او هيسيب علامة في التظليل بعد كده او في التلوين، وهيبقى يبوظ لنا كل الرسمة. فاحنا من البداية بنشتغل بخطوط خفيفة خالص عشان نشوف بس الاماكن، بعد كده بنمسح. انا يمكن بتقل سنه عشان تقدروا تشوفوا في الفيديو يكون واضح، لكن انتوا اعملوا اخف من كده يدوبك انتوا بس تكونوا شايفينها. طيب احنا اتفقنا ان من اول الجزء ده لحد الجزء دوت ما فيهوش اي حاجه، دي مساحه الجبهه. من اول هنا لحد هنا ده الانف، وطبعا والعين. العين هنعمل طبعا على الخط ده قلنا فيه الحواجب، ادي حاجب مثلا اهو، خلاص. العين في الوضع الجانبي، وزي ما قلنا ان احنا هناخد كل ملمح بالزوايا بتاعته بتفاصيله بكل حاجة لوحده في درس جديد يعني، لكن هناخد مبدئيا ان العين في الوضع الجانبي تبقى عاملة كده، تمام. يبقى ايه النظرة بتاعتها؟ نظرة جانبية او ما بتبقاش باينة من الـ الوش، ما بتبقاش باينة كاملة، بيبقى باين بس جزء منها. طيب هنعمل الانف ازاي؟ احنا هنبدأ نمشي خط الوش كده، احنا الجبهة مثلا عندنا لا من هنا، بصوا بقى دي الخطوط اللي احنا هنستقر عليها في الاول، نعملها في الاول بخط خفيف تمام بالنسبة لنا، وهي كده اللي احنا عايزينها. نبدأ بقى نتقل عليها او نلونها، بندخل شوية
من عند العين كده يعني، لو وقفته مثلا اخوك الصغير او اي حد عندكم في البيت وقفتوه وبصيتوا عليه من الجنب، هتلاقوا ان في دخول كده اللي هي العظمة اللي هي بتاعت تحت الحاجب على طول من الانف، تمام. وبعد كده هنبدأ نخرج بالانف. الانف بقى حجمها كبير حجمها صغير، بس لازم تبقى خارجة عن مستوى الفيس نفسه او الوش نفسه، خلاص بتبقى بالجنب برضو. دي الانف. شكل بقى الانف بيختلف من واحد لواحد، من بورتريه لبورتريه حسب الشخصية اللي انتوا هترسموها بعد كده. خلاص احنا خلصنا لحد الجزء اللي في النص، قلنا الجزء اللي تحت ده في الفم، وقلنا عشان ما يتعبكش مننا او يطلع مايل او اي حاجة ممكن نعمل خط خفيف كده نرسم عليه ايه الفم. طب انا خلصت الانف، عندنا بعد الانف في دخول بسيط كده اللي هو بيبقى في وسط الشنب اللي احنا عملنا له المرة اللي فاتت السبعة او حرف البي في النص، اهو دخول بسيط كده وبعد كده خروج بالشفاف. انا مثلا هقول ان انا عندي نص العين اهو، فالفم هيبقى عندي لحد هنا زي ما اتفقنا اللي هي في نص العين، هعمل الشفة لفوق اقفلها وابدأ اعمل الايه الشفة اللي تحت. انا برضو حجم الفم بتحدد بحجم الشفايف مش بنسبه خالص، لازم هيبقى في نص العين. بعد الفم عندنا دخول تاني كده اللي هو الجزء اللي فوق الدقن، بعد كده هنعمل شكل الدقن بتاعنا مثلا وليكن هو شكله كده. خلاص هنا الاذن بقى او الودان بتبقى باينه كامله، لو شعر مغطيها خلاص تمام، مش مغطيها لا لازم هنرسمها كامله. وقلنا ان الودن بتبقى موجوده من اول الخط ده لحد خط الانف، ما تسرحوش وتعملوا الخط اللي احنا عاملينه الوهمي ده، لا ركزوا ان احنا عندنا الخطين الاساسيين دول، ده وده، عشان ما نتلخبطش ونعمل بالخطوط الجانبيه اللي احنا بنعمل. طيب الودان هنرسمها ازاي؟ هناخدها برضو في درس تفصيلي، لكن مبدئيا بشكل مبدئي بس لغاية ما ندرسها واحدة واحدة. خلاص كده اه، هنا في بتبقى عظمة الفك في اسفل الفم دي، وطبعا زي ما قلنا برضو نوهنا الفيديو اللي فات ان الشعر ما ينفعش نعمله من هنا الا لو في بقى قصة او حاجة، لكن من منبت الشعر من اول الخط اللي احنا عاملينه اول الخط ده، لو عملنا غير كده النسب بتاعتنا هتبوظ، وهنلاقي المسافة دي ودي اصغر من المسافة اللي فوق، هندخل كده في قصة ملهاش لازمة مش احنا في غنى عنها يعني. هنبدأ نعمل الشعر او منبت الشعر من فوق، وهنديله السمك بتاعه، يعني مثلا لو ده راجل فاحنا بنعمل مثلا الشعر مثلا لفوق كده ماشي كده، وبعدين اهو مثلا هنا السوالف اي شكل بقى شكل الشعر. خلي بالكم ان دي بقى العظمة بتاعت الجمجمة نفسها، فان احنا ما نلغيهاش بقى، ما ينفعش ان هي بتبقى باينة او في الوضع الجانبي ده، ودي الرقبة من هنا ومن هنا مثلا. ده ابسط طريقة لرسم البورتريه بالوضع الجانبي، يا رب يكون سهل بالنسبة لكم، ومستنية تطبيقاتكم للفيديو دوت. قبل ما نبتدي نصور الفيديو الجديد مستنية ملاحظاتكم لو في اي مشكلة في الفيديو او لو في اي حاجة مش واضحة، وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب على القناة، ومستنية تطبيقاتكم، واشوفكم الفيديو الجاي جديد للبورتريه، استنوني.